أنا بفضل حمل السلاح عن المدرسة طبعاً. ليش؟ لأنه بسلاحي بقدر أرد أرض فلسطين، ولما أرد أرض فلسطين بقدر أتعلم. إذا تعلمت وما حملت السلاح مش رح أقدر، إنه رح أخسر شغلي. لا، بفضل إنه أحمل سلاحي لأكسب الشغلتين. المدرسة ما بعلمونا كيف إنه بكرة كيف نروح نحرر فلسطين، وهيك بعلمونا إنه كتب وهيك بس. نزل ظهرة، كمل، أسرع. دربني واحد اسمه أبو ربيع حسين، هو أبوي. أول ما بلشنا اللي دربني أبوي، ومن بعدها دخلنا بتدريب مع ناس وصلنا نتدرب لداخل المخيم يعني، وتدربنا منيح. وهي هسه نتدرب على السلاح وكل شيء، وفينا قوة للقتال أي شيء. أنا عرفت بس بوقت يعني مؤخر، وكان عندي ردة فعل بهذا الموضوع. يعني ما كنتش مبسوطة، يعني مثل ما هي إنه قضيتنا يعني قادرين كمان إحنا نحلها بغير إنه حملان السلاح وهيك شغلة. كان يمكن عمره 16-15، قال بدي صار يروح يغيب يعني، بس ما يعني ما يقول وين بيروح. كنت بجنوب مثلا يعني، غاب اول فتره منيح يعني، بس ما بيقولوا يعني هني اصلا وين يعني. اذا بدهم يروحوا يتدربوا بدهم يروحوا هيدا ما بيحكي يعني، بس ضل عندي خوف. أنا طبعا شوية تأثرت، بعدين الحمد لله إنه استشهد. هذه كانت رغبته، لأنه ميت موتي شريفي يعني.